هسه ظهرت عندكم الشاشة الانترافينوس انفيوجن. ظهرت دكتورة ظهرت. اوكي جماعة الاف سي سي، يعني ظهرت عندكم الشاشة انترافينوس انفيوجن، كتبولي على الشات اذا سمعوني. اوكي يلا نبدي هسه اليوم. عندنا شابترنا الجديد والاخير ان شاء الله بهذا الكورس، الحسابات الصيدلانيه. طبعا احنا جانا تبليغ انه المحاضرات لحد يوم 15 بالشهر، المحاضرات النظري يعني والعملي لحد يوم 8. فبالنسبة إلى محاضراتنا النظري لحد يوم 15، يعني إحنا عندنا اليوم، عندنا أسبوع الأخ والبعده ماشي. فأني بالنسبة لي يعني هالأسبوع أسبوع الأخ أكمل إن شاء الله هذا الشابتر، يبقى الأسبوع البعده راح يصير عندنا كويز بهذا الشابتر الانترافينوس انفيوجن. هو طبعا شابتر قصير يعني، يعني همنا مو طويل وحلو إن شاء الله، يعني راح تستمتعون بيه. فنبدي التشابتر مالتنا انترافينوس اي في انفيوجن بارنترال ادمكستشرز اند ريت اوف فلو كالكوليشنز. انترافينوس انفيوجنز هنا أنا يحكي لنا عن، كلكم شايفين المغذيات اللي نشكلها مثلا للبيشنت، مو بس المغذيات، اكو هذه القناني مالت القناني الفلاجيل اللي مراتها من البيشنت نخلي ليها بالوريد. فهو هنا أنا يحكي لنا بهذا الشابتر عن الفلوريت، ايش قد نخلي الفلوريت، كم قطرة بالدقيقة، كم يعني ايش قد السرعة مثلا. فكلها هي حسابات راح نتعلمها في هذا الفصل. نجي هنا شنو هو الانترافينوس اي في انفيوجن. انترافينوس تعرفون المختصر مالته هو اي في انفيوجن. ار ستيرايل اكويس، ار ستيرايل اكويس بريباريشنز ادمنسترد intravenously in relatively large volume. They are used to extend the blood volume and or provide electrolyte nutrient or medications. Aqueous solutions of dextrose and NaCl and lactated Ringer's solution are most commonly used IV fluids. إذا هي الـ IV infusions هي لازم تكون sterile، لأن هي راح تكون تدخل direct للبادي fluid، فلازم تكون sterile. ماشي. اكويس بريباريشن اكيد بيها ووتر، هي نعطيها انترافينسلي. هي طبعا احنا نعطيها لعده اسباب، يا اما انه البيشنت نعطيه اياه كنيوترينت، يعني بس يعني كمغذي، يكون مثلا عنده احتمال عنده هايبوتنشن، احتمال عنده هايبوغلايسيميا، يعني عنده ارتفاع انخفاض بالضغط بالسكر، فيحتاج محتاج الى علاج قد ما يحتاج مثلا الى نيوترينت، فنعطيه اياه هيك. يعني هذه اللي موجوده المغذيات اللي موجوده، او مثلا لا نخلي بيها ميديكيشن، يعني هو المغذي نفسه مثلا نعطي بيه فد ابره معينه يعني للبيشنت، هاي الابره ما نقدر نعطيها دايركت بال يعني اي في، ما نعطيها دايركت لانه تكون مؤذيه يعني للبيشنت، فنعطيها بالمغذي ماشي. فإذا هو يعني له هواية استخدامات، قسم منه نقول ميديكيتد إذا كان بي ميديكيشن، وقسم بي يكون نون ميديكيتد. نجي هنا إلى هذا التيبل، some common intravenous infusions solution. هسه اللي موجودة هنا نعطينا أمثلة على الانترافينوس انفيوجن سوليوشن، المحاليل اللي موجودة. أشهر واحد إحنا نعرفه أكيد هو الـ 0.9% صوديوم كلورايد نورمال سلاين، هذا احنا يسمونه بالعاميه المغذي مالح يسموه. قبل مثلا احنا بالصيدليه اللي يجينا البيشنت يقول اريد مغذي مالح، يعني شنو مغذي مالح؟ يعني يقصد به الصوديوم كلورايد، هو 0.9% دائما، هو 0.9% صوديوم كلورايد. الابريفيشن مالته هو الـ NS، يعني احنا مثلا هسه راح تجينا مسائل، بالمسائل سواء بالكتاب او اللي انا اجيبها ما يكتب لك مثلا مرات صوديوم كلورايد 0.9%، لا يكتب لك انه patient اخذ NS،
فانت لازم راسا تعرف شنو يعني ان اس، يعني نورمال سلاين. يعني شنو نورمال سلاين؟ يعني بي 0.9% صوديوم كلورايد. اذا هذا جدول تحفظوا لي اياه، تحفظوا لي اياه فهم. يعني مثلا شنو مختصر ال 0.9% صوديوم كلورايد؟ مختصره هو ان اس، نورمال سلاين. زين، نجي اكو نوع اخر من الصوديوم كلورايد اللي هو 0.45%، يعني نص التركيز مالته، نص التركيز مالت هذا الاولي. ماشي، هذا 0.45% صوديوم كلورايد اللي هو نسميه احنا هاف نورمال سلاين. اذا يجيك في السؤال هاف نورمال سلاين يعني شنو؟ هاف نورمال سلاين يعني التركيز مالت الصوديوم كلورايد هو 0.45%. ماشي، نجي النوع الاخر. هسه هاي اثنينات نسميها مغذيات مالحه لان بها صوديوم كلورايد. نجي هنا المغذي 5% ديكستروز الموتر، هذا الحلو، مغذي حلو، يقول لك اريد مغذي حلو، يعني قصده على بديكستروز. هو هذا المغذي الحلو. زين، هسه هذا ايش قد تركيزه مغذي الحلو؟ سوري، عندنا 5% و10%، عندنا 5 و10%. شلون المختصر مالتهم؟ ال 5% عشان ينكتب الديكستروز، دي يعني ديكستروز 5 يعني 5% ووتر، بالووتر دي 5W يعني ديكستروز 5% in water، أو بس دي 5 small 5W. إذا هذا المختصر مال منو؟ مال ال 5% ديكستروز in water. ال 10% ديكستروز in water دي 10W يعني ديكستروز 10% in water، ديكستروز 10% in water، أو ديكستروز 10 ووتر، ديكستروز 10 ووتر، هذا المختصر مالته. نجي هنا 5% ديكستروز ان 0.9% صوديوم كلورايد، هذا شو يسمونه المغذي؟ يسمونه حلو ومالح، يعني اثنينات الموجودات به حلو ومالح. مرات البيشنت يحتاج الاثنين، يحتاج الصوديوم كلورايد يحتاج الديكستروز، فهذا ايش قد بي؟ ب 5% ديكستروز و ب 0.9% صوديوم كلورايد. 5% ديكستروز 0.9% صوديوم كلورايد. ماشي، فهذا شلون ينكتب؟ ينكتب دي 5 يعني ديكستروز 5 نورمال سلاين. فإذا الدي 5 يعني ديكستروز 5% نورمال سلاين يعني 0.9% صوديوم كلورايد. إذا المفروض أسن نجيب السؤال هذا المختصر تعرف يعني هو شنو وش قد النسب مالته، او دي 5 ان اس. نجي الى النوع الاخر من الاي في انفيوجن، هو عندنا 5% ديكستروز، 5% ديكستروز ان 0.45% صوديوم كلورايد. هذا بس هذا هو نفس الاولي، بس هنا التركيز مالت الصوديوم كلورايد هو 0.45. فاذا شو راح ينكتب؟ دي يعني ديكستروز 5% half normal saline اللي هو 0.45%، ينكتب بهالطريقة أو بهالطريقة. أوكي، نجي إلى النوع الآخر، هو lactated ringers. lactated ringers هذا شنو؟ هذا بي يعني أكثر من 1 electrolyte. lactated ringers شنو بي؟ بي صوديوم كلورايد 0.86%، بي بوتاسيوم كلورايد 0.03%، بي كالسيوم كلورايد 0.033%. إذا هذا كل هاي الهوسة مختصر مالتها هي LR، لاكتيتد رينجر، لاكتيتد رينجر. ماشي، إذا من يجيك بالسؤال بس LR، البيشنت نطينا LR، زين معناته هو شنو؟ معناته ماخذ هل قد من الصوديوم كلورايد، هل قد من البوتاسيوم كلورايد، وهل قد من الكالسيوم كلورايد. نجي هنا 5% دكستروز اللاكتيتد رينجرز، هذا هو نفس اللاكتيتد رينجرز الفوق، بس شنو ضايفي له؟ ضايفي له 5% دكستروز، فراح يصير المختصر مالته هو D5LR، يعني اللاكتيتد رينجرز ويا 5% دكستروز. اوكي، هسه احد عنده سؤال على هذا الجدول؟ اوكي، نستمر.
نجي ناخذ مثال عشان نحل الأسئلة مالته. يقول how many grams each of dextrose and sodium chloride are used to prepare 250 ml bag of D5 half normal saline for intravenous infusion. فنريد احنا كم جرام نحتاجها من الدكستروز ومن الصوديوم كلورايد. الفوليوم ايش قد؟ الفوليوم هو 250 مل. الفوليوم هو 250 مل، ماشي. فايش راح نجي، ايش راح نقول؟ احنا النسب نعرفها، شنو احنا عندنا؟ عندنا دي 5 يعني شنو؟ يعني 5 يعني 5%، اي وياي عافيه، اي شنو دي 5؟ 5% اي للدكستروز، بالضبط 5%، هي 45% صوديوم كلورايد. بالضبط. اوكي، فاحنا نجي هاي النسب نستخدمها في حل السؤال. الفوليوم هو 250، زين. نجي هنا الديكستروز هو 5%، احنا شو نسوي؟ 5 نقسمها على 100، ايش قد تصير؟ 0.05، 0.05% يطلع لنا ايش قد الديكستروز؟ 12.5 جرام. وبالنسبة إلى النورمال سلاين، بالنسبة إلى النورمال سلاين 250 في ايش قد هو؟ 0.45 على 100، ايش قد؟ يعني 0.0045، يعني لازم تقسمون على 100 طبعا، زين. ليش؟ لأنه هذه بيرسنت، يعني بير 100 مول، احنا نريدها بير 1 مول حتى نضربها في الحجم الكلي، فيطلع 1.125 of sodium chloride. اوكي، احد عنده سؤال على هذا المثال؟ فاهمين عيني؟ ايه دكتورة خلينا واضح، واضح دكتورة سهل. اوكي، خلينا نشوف جماعة الاف سي سي، خاف عندهم سؤال لان مدى يبينون عندي بالشاشة. جماعة الاف سي سي، يعني عندكم سؤال على هذا المثال؟ اكتبوا لي بالشات اذا اي او لا، اذا فهمتوا. اوكي، هاي هي نرجع. زين، هسه ناخذ مثال اخر. هنا كومبير، نريد هنا نقارن بين منو ومنو. كومبير اي يعني اول شيء شريد number of drops and، طبعا هسه هذا المثال اللي هسه راح اشرحه هذا ما له علاقه بالنسب ذيك، هذا له علاقه بالفلوريت، ايش قد سرعة، ايش قد كم قطرة من الاي بي انفيوجن ننزل حسب معطيات السؤال. زين، نجي هسه هنا نريد نقارن. نقارن على شنو؟ نقارن النمبر اوف دروبس اولا، وثانيا اللينث اوف تايم ان مينتس ريكوايرد تو ديليفر 50 مل اوف انترافينوس سوليوشن وين يوزنج مايكرو دريب سيت ات 60 دروب بير مل and standard administration set at 15 drop per mole. If in each case one drop is to be administered per second. نجي هسه اول شيء نشرح السؤال حتى نفتهم الاجابه مالته. شنو عندنا هنا؟ اول شيء عندنا 50 مول انترافينوس انفيوجن، يعني عندي مغذي الحجم مالته 50 مول. زين، المايكرو دريب سيت، شنو هي المايكرو دريب سيت؟ إذا شايفين المغذي يشكل بي أكو هذا الجهاز الإعطاء، ماشي، جهاز الإعطاء على مود يوصل المغذي بالبيشنت. جهاز الإعطاء أكو هاي اللي يصير تقطر مثل الفتشي، هو أسطواني، هو ينظم القطرات جد، ومرات مثلا إحنا ننظم السرعة مالتها إذا يعني مجربين، فهذا يسمونه هو المايكرو دريب، يعني هو اللي راح ينظم لي عدد القطرات، ماشي. فهذه ال 50 مل من الاي في انفيوجن اذا استخدمنا مايكرو دريب سيت، ايش قد السرعه مالته؟ ايش قد ينطينا قطرات؟ قطراته هي 60 دروب بير مل، يعني كل مل واحد يقسمه الى 60 قطره، كل مل واحد يقسمه الى 60 قطره. زين، وعندنا سيت اخر، يعني هم اثنين دريب سيت مايكرو دريب، واحد 60 دروب بالمل والثاني هذا 15 دروب بالمل،
واحد يقسم للمول إلى 60 دروب، واحد يقسم للمول إلى 15 دروب. زين، شريد هنا أنا أريد أقارن بالحالتين، أقارن إيش قد عدد الدروب وإيش قد التايم بالمنت اللي نحتاجه حتى تخلص هاي الخمسين مول بالحالتين. نجي هسه إلى حل السؤال. طبعا هنا معطينا معلومة مهمة، يقول if in each case بالحالتين one drop is to be administered per second، يعني بالحالتين يريد قطرة واحدة تنزل بالثانية، قطرة واحدة تنزل بالثانية. شوف هذا سريع معناتها، يعني كل ثانية قطرة هيك بسرعة بسرعة تنزل القطرات. نجي هسه إلى المايكرو دريب سيت الأول اللي هو 60 دروب بير مول. نجي هنا أنا. احنا عندنا 60 دروب بالمل الواحد. زين، اذا انا عندي 50 مول، كم قطره راح تصير هاي 50 مول؟ راح تصير 3000 قطره. ايش قد تصير 3000 قطره؟ زين، هسه عوفنا من البي، نجي على السيت الثاني. السيت الثاني عندنا 15 دروب بير مول، اذا 50 مول 750 قطره. اذا المايكرو دريب الاول راح يسوي لي 3000 قطره، والمايكرو دريب الثاني راح يساوي لي بس 750 قطره. اذا هسه احنا قارنا من ناحيه النمبر اوف دروبس. نجي الى الحاله الثانيه، يريد التايم، تايم ان مينتس، يعني ايش قد بالمايكرو دريب سيت الاول ايش قد وقت نحتاج حتى تخلص هاي ال 50 مول، وش قد وقت تحتاج حتى تخلص هاي ال 50 مول بالحاله الثانيه. نجي هنا أنا. احنا هنا قلنا هاي المعلومه المهمه اللي انطانا اياها، يقول لازم قطره واحده بالثانيه. زين، اذا قطره واحده، اذا قطره واحده بالثانيه بالدقيقه كم قطره؟ 60 دروب. 60 دكتور. بالضبط 60. ماشي، هو هنا راسا مختصرها وكاتب 60 دروب بير مينيت. ماشي، اذا راح نجي احنا هنا ايش قد عندنا؟ 3000 قطره. زين، نقسمها على 60، كم 60 قطره؟ ايش قد تطلع عندنا؟ 50 منت. الوقت راح يطلع 50 منت. اذا حسب المايكرو دريب سيت الاول هاي ال 50 مول راح تنتهي ب 50 دقيقه، 50 دقيقه تنتهي. زين، نجي على الحاله الثانيه، 750 دروب نقسمها على 60 دروب بير مينت راح يطلع عندنا 12.5 دقيقة. إذا بالحالة الثانية 12.5 دقيقة راح ينتهي ال 50 مل، بالحالة الأولى 50 دقيقة راح ينتهي 50 مل. ماشي، مفهومة هسه؟ أحد عنده سؤال؟ أحد دكتورة عنده سؤال؟ لهنا انتهى السؤال، لأن خطوتين ورا مو يعني أقدر أعوفهم. هذني هاي حل بطريقه ثانيه، دايمنشنال اناليسز، هاي شويه طريقه حتى بذاك الشابتر قلت لكم شويه طريقه معقده، فاحنا هاي الطريقه هاي الطرق يعني هي تناسبنا اكثر يعني. تمام، اي فانتوا حلوا بهاي الطريقه، واحد شلون يفسخ السؤال بدماغه، يفسخه تفسيخ وبعدين يحله هيك شيء. هنا لا، هنا راسا جايب هذا ضربه في هذا مقسم على هذا، فيعني هنا أنا اسهل. بس مفهوم عيني هذا السؤال طلاب؟ هل عنده سؤال؟ نعم دكتورة واضح. اوكي، خلي اشوف جماعة الافسيسي، جماعة الافسيسي يعني احد عنده سؤال واضح؟ اوكي ها هي عشتيتكم، نكمل. نجي هسه الى موضوع هو الانترافينوس بوش، اللي هو الاي في بي، اي في بي انترافينوس بوش دراج ادمنستريشن. شنو يعني انترافينوس بوش اي في بي دراج ادمنستريشن؟ ضربت انجكشن اوف انترافينوس ميديكيشن از ان ايمرجنسي اور كريتيكال كير سيتويشن از تيرمد اي في بوش، اي في بي، اي في ستات، اور سم تايم بولس دوز. For the most part, drugs administered by IV push are intended to quickly control heart rate, blood pressure, cardiac output, respiration, or other life-threatening conditions.
Intravenous push medications frequently are administered in less than 1 minute. نيجي هنا شنو معناته؟ طلاب هاي أكثر شيء هذه يستخدمونها بالإمرجنسي يونت، يعني بالحالات الطارئة كلش، يعني يكون البيشنت نقول هي حالته جدا حرجة، فنحتاج إنه نعطيه جرعة أكبر من الدواء، جرعة أكبر من الدواء، فراح نعطيه نسميها هذه اي في بوش، يعني نعطيه دفعة واحدة الدواء، ما نعطيه يعني يعني على كيفنا مثلا من كنا نعطيه بالمغذي أو هذه، فنسميه هذا اي في بوش، اللي هو هواية تسميات اي في بي، اي في ستات، أو بولس دوز. طبعا احنا مصطلح البولس دوز يعني أكثر شيء نستخدمه حتى بعدين إن شاء الله بالسريرية يعني هذه تستخدمونه كلش هواية. البولس دوز يعني نعطي جرعة كبيرة للبيشنت وسريعة، جرعة كبيرة وسريعة. إذن قلنا هاي وين مثلا تفيدنا؟ مثلا قلنا إذا نريد احنا نسيطر بسرعة على الحالة، حالة كلش طارئة، مثلا نسيطر على الهارت ريت، نسيطر على البلد بريشر، بيشنت الضغط مالته كلش معلق، نسيطر عليه بهالطريقة، كارديك اوتبوت، ريسبيريشن، الحالات الحرجة او لايف ثريتنينج كونديشنز. ماشي؟ طبعا عادة هنا أنا منطينا معلومة يقول الـ intravenous push medications frequently are administered in less than 1 minute. طبعا هي ننطيها بأقل من دقيقة، لازم أقل من دقيقة لازم نعطيها الجرعة للبيشنت اللي راح يكون حالته هي emergency. ماشي؟ in less than 1 minute. نيجي هنا ناخذ مثال. A physician order ميدازولام هيدروكلورايد 2 مللي جرام اي في ستات. اي في ستات يعني قلنا جرعه سريعه يريدها البيشنت، تحتاج هذا الدواء كبولس دوز زين 2 مللي جرام. A pharmacist delivers a vial containing ميدازولام هيدروكلورايد 5 مللي جرام per ml. How many milliliters should be administered؟ نجي هنا طبعا احنا دائما هذا التشابتر طلاب نعطيكم السؤال يعني سطرين ثلاث اسطر اربعه خمسه يعني بيه في التفاصيل كلش هوايه، بس من تجي تحله بخطوه واحده ينحل او خطوتين، يعني بس مجرد انه تفتهمه راح ينحل بخطوه او خطوتين، يعني لا يغرك الكلام اللي مكتوب بيه والتفاصيل والهذي. فنجي عنا الى هذا السؤال، عندنا الطبيب راد انه البيشنت ينطي بولس دوز من الميدازولام هيدروكلورايد، ايش قد راد الطبيب؟ قال انطوه للبيشنت 2 مللي جرام بسرعة، 2 مللي جرام لازم ننطيه خلال أقل من دقيقة. ماشي؟ 2 مللي جرام. زين، هذا الدواء اللي هو الميدازولام هيدروكلورايد المتوفر من عند الافيلابل، اجوا على الصيدلي فارماسيست قالوا له ايش قد عندك ميدازولام هيدروكلورايد؟ زين، فشنو قال لهم؟ قال لهم انا اللي عندي هو فيال، فيال تعرفون الفيال؟ الفيال يعني هاي العبوة الصغيرة اللي بيها ال مثل يعني هاي اللي تنضرب، يعني بعدين نسحبها بالسرنجة ونضربها أبرة، فهي هذه الفيال الصغيرة. فش قال لهم الصيدلي؟ قال لهم أنا عندي فقط عبوة بيها 5 مللي جرام بيرمل. زين، إذا إيش قد راح نحتاج حتى نطلع هاي 2 مللي؟ إحنا نريد بس 2 مللي جرام، فخو ما نعطي ال5 مللي جرام كلها، مو زين عليه، فلازم فقط 2 مللي جرام نعطيه. ايش راح يسوي؟ راح نسوي نسبة وتناسب على السريع، راح نقول 5 مللي جرام موجودة بالواحد مول، إذا 2 مللي جرام اللي احنا نحتاجها ايش قد موجودة؟ 0.4 مول. إذا ايش راح نسوي؟ ايش راح نسوي؟ راح نسحب 0.4 مول على السريع من هذا الفيال ونعطيها للبيشنت كبولس دوز. ليش؟ لأن هاي ال 0.4 مول هي اللي راح تحتوي على ال 2 مللي جرام اللي رادها الطبيب. ماشي يعني؟ حد عنده سؤال على هذا المثال؟ واضح طلاب؟ واضح. اوكي، كل زين. واضح عيني جماعة الاف سي سي؟ واضح؟ تسمعوني؟ اوكي، هاي هي يعني. زين، نجي على المثال اللي بعده. يقول هنا general guidelines in the treatment of severe diabetic ketoacidosis include an initial bolus dose of
0.1 to 0.4 units of insulin per kilogram. IVP قلنا يعني شنو؟ يعني intravenous IV push followed by an insulin drip. Calculate the bolus dosage range for 200 pound patient. For 200 pound patient يعني patient السكر مالته كله صاعد، يعني واصل مرحلة انه صاير عنده diabetic ketoacidosis، يعني هذه مرحلة كلش عالية يعني يوصلها البيشنت من يرتفع السكر مالته. فحتى ننزل السكر مالته ايش قد نحتاج؟ نحتاج الى بولس دوز، انيشال بولس دوز يعني بس بالبداية نحتاج من 0.1 الى 0.4 يونتس من الانسولين. لكن هاي شنو؟ هاي بير كيلوغرام، فلازم شنو نسوي؟ لازم نحسب الوزن مالت البيشنت ونضربه في اليونت. فيريد ايش قد البولس دوز بالنسبه للبيشنت اللي الوزن مالته 200 باوند بيشنت. اول شيء نجي نحول الوزن للكيلوغرام، هاي المفروض التحويلات عندكم وعرفوها من الكورس الاول. فنجي نقسم 200 على يعني هو كل كل كيلوغرام ب 2.2 باوند، فايش راح يصير؟ 200 على 2.2 90، اذا البيشنت وزنه 90.9 كيلوغرام. نجي هسه نضرب 90.9 في 0.1 يطلع 9.09 يونت، و 90.9 في 0.4 فيطلع 36.36 يونت. ما بيها شيء يعني، بسيطة. أحد عنده سؤال عليها؟ واضحة مو؟ إيه دكتورة واضحة. أوكي نيجي هنا مثال آخر. عندنا جنتمايسين سلفيت 2.5 ملي جرام بير كيلوغرام is prescribed for 1.5 كيلوغرام in unit. Calculate the dose of the drug needed dose and when the drug is placed in 50 mol IV bag the flow rate in mol per minute. If the infusion is to run for 30 minutes. نيجي هنا عندنا يونيت الوزن مالته واحد، يعني حديث الولادة وزنه 1.5 كيلو، فاحتاجينا إلى أنه نعطيه جنتمايسين. الجنتمايسين الجرعة مالته اللي نحتاجها إلى هي 2.5 ملي جرام بير كيلو جرام. شو يريد هسه المطلوب؟ المطلوب أول شيء يريد الدوز أوف دراج. إيش قد الدوز اللي راح يحتاجها؟ بسيطة، هي 2.5 ملي جرام بير كيلو جرام، نضربها في 1.5 بالوزن، فراح يطلع عندنا نحتاج إلى 3.75 ملي جرام من الجنتمايسين سلفيت. 3.75 ملي جرام of جنتمايسين سلفيت. نجي إلى المطلوب الثاني. When the drug is placed in 50 مل of IV bag. زين، إذا هذه الجرعة، هاي الجرعة زين، الطبيب قال إنه تتخلى بالمغذي 50 مل مغذي، ماشي زين. الفلوريت هسه شو يريد؟ يريد الفلوريت المطلوب، يريد الفلوريت يعني ايش قد السرعة اللي راح نعطيها للبيشنت. السرعة يريدها بالمل بير مينيت، يعني كم مل راح نعطي للبيشنت من هذا بالدقيقة الواحدة. منطينا معلومة اف ذا انفيوجن از تران فور 30 مينيت، يعني يريد يريد الانفيوجن كله يكمل ب 30 مينيت، خلال نص ساعة يكمل. فإذا يقول احنا شلون راح نرتبه المايكرو دروب، شلون راح نرتبه بحيث ينزل لنا يعني هل قد مول بير مينيت بحيث كله يخلص خلال 30 مينيت. فايش راح يصير عندنا؟ احنا الفوليوم هو 50 مول، ماشي زين، راح نقسم على 30 مينيت. 50 مول على 30 مينيت راح يطلع عندنا ايش قد؟ يطلع بكل مينيت 1.67 مول، 1.67 مول بير مينت، بس مجرد قسمنا الفوليوم على التايم حتى يطلع عندنا هالقد 1.67 مول بير مينت. اوكي ماكو سؤال عليه مو واضح؟ واضح دكتور. اوكي واضح واضح.
طيب ليش الحضور قليل؟ يعني هسه انتو هنا على 100 101، وعلى الاف سي سي فقط 50. زين، انتو عددكم 235، يعني المفروض يعني ايش قد المفروض؟ دكتور شو 235؟ العفو، 400 435. انتو 435، يعني المفروض هسه 200، يعني فوق 200 215 مثلا المفروض هسه العدد الكلي. هو يعني دكتور اللي يحضر في المحاضرات غالبا 180 170 في العدد. ايه، بس بعدين ليش العدد بالحضور يطلع العدد عالي من تنزل استمارة الحضور؟ يعني معناتها اكو ناس بس يسجلون حضور ويطلعون. يعني يلا، هو كل من يفيد نفسه، يعني اللي يحضر واللي ما يحضر، هو الفائدة أول وثاني يعني نفسه، ما راح نجبر أحد إحنا. زين نكمل. يعني هسه عندنا نجي إلى هذا المثال: A medication order for patient weighing 154 pound calls for 0.25 milligram of amphotericin B per kilogram of body weight to be added إلى 500 مول of 5% dextrose injection. The amphotericin B is to be obtained from constituted injection that contain 50 milligram per 10 مول. How many milliliters should be added to the dextrose injection? نيجي هنا طلاب، احنا شنو عندنا؟ عندنا المديكيشن اوردر، الوصفة أو الطبلة مالت البيشنت. زين، يقول إنه البيشنت وزنه أول شي 154. زين، إيش قد يريدنا نعطيه من هذا من الأنفوتيرسين بي؟ نعطيه 0.25 ملي جرام بير كيلوغرام، فلازم نحسب الجرعة أو باي واي تو بي آدد. زين، هاي الكمية اللي راح نحسبها ما راح نعطيها إياها مباشرة، إيش راح نسوي؟ راح نريدنا نضيفها إلى 500 مول، 500 مول of 5% dextrose injection. ماشي، يعني المغذي الحلو أبو 5%. زين، يقول هنا أنا إذا كان هذا الأنفوتيرسين، إذا إحنا حكينا قلنا البيشنت هل قد يحتاج 0.25 بير كيلوغرام. زين، هو هذا الأنفوتيرسين شلون متوفر؟ إيش قد الفيال مالته بيها؟ يقول المتوفر من عنده هو 50 ملي جرام بير 10 مل. عندنا العبوة مالته 10 مل بيها 50 ملي جرام، أنا أحتاج من عندها هلقد بير كيلو جرام. زين، المطلوب شنو؟ هاو ماني ملي لتر شود بي ادد تو ديكستروز انجكشن. فيقول ايش قد راح اضيف من هذه العبوة الفيال، ايش قد راح اضيف من عندها للديكستروز ال 5% ديكستروز حتى احقق هاي الجرعة الفوق. أول شيء ايش راح نسوي؟ نحول الوزن 1 كيلوغرام 2.2 باوند، نجي نقسمها، البيشنت طلع وزنه 70 كيلو. ماشي، نضربه الوزن في 0.25 ملي جرام حتى نشوف ايش قد الجرعة الكلية اللي يحتاجها البيشنت. طلعت ايش قد؟ 17.5 ملي جرام. ماشي، زين، نجي هسه هنا احنا محتاجين 17.5 ملي جرام. احنا عندنا الفيال العبوة هي 50 ملي جرام بير 10 مل، 50 ملي جرام بير 10 مل. زين، اذا 17.5 ملي جرام كم مل معناتها اني احتاج؟ كم مل نحتاج؟ نحتاج 3.5 مل. اذا هذه الفيالة نفتحها نسحب منها بالسرنج 3.5 مل ونضيفها الى المغذي مالت الدكستروز ونعطيها للبيشنت. اوكي، بس عرفنا ايش قد راح نعطي البيشنت. مو بس، احد عنده سؤال على هذا المثال؟ هذا اخر شيء اليوم مثال بمحاضرتنا. اذا احد عنده سؤال يقول، اذا ما عندكم اوكي حتى انزل رابط الحضور، وبعدين بالعشرة ان شاء الله ينزل لكم الامتحان على على الكلاس روم. دكتور ايش قد مدة الامتحان؟ الامتحان هو 10 دقائق. دكتور أسئلة تكفي 10 دقائق؟ إي طبعا، ليش بتكفي؟
هي أسئلة يعني سريعة، حلول سريعة جدا يعني. يعني تعال نشوف. مسائل الشرح. طبعا مسائل، أكيد كم مسائل، مسألة دكتورة؟ ما يصير بعدين راح تقرا. ما دكتورة ما سمع شكرا. زين، مو هواية يعني. يعني انتبهوا علي يا طلاب، هسه قبل ما انزل رابط الحضور، هي الاسئله ان شاء الله تنزل ساعه بالعشره، وينغلق الريسبونس بالعشره وعشره، ماشي؟ يلا اني مو مشكله، هسه راح اغير بالسيتنج مالته، راح اخليها 12 دقيقه، يعني الريسبونس ينغلق بالعشره و12 دقيقه، ماشي؟ اني حتى زايد ناقص ماكو مشكله، هي كلها حلها خطوه خطوه. زين، طلاب اني على مودكم انتم، على مود تكسبون وقت، لا تخلون تعبكم يضيع، الله يخليكم. يعني هاي يعني اللي يحل سؤال لا يلتهي بغيره، ما له علاقه، يبدي بالسؤال الثاني، يبدي بالسؤال الثالث، ما له علاقه بغيره، لا تضيعون تعبكم، انتم اللي قارين، لا تنطون تعبكم جاهز لغيركم، ترى ياخذون درجات اعلى من عندكم وبعدين انتم تتندمون. فكل من عليه بنفسه رجاء يكمل اسئلته، يسوي لها سبمت، ما تعرف جوز تاخر روحك، يروح الانترنت ينقطع، زين ما راح تقدر تسوي سبمت. وهاي صارت هسه، شفت بامتحان المد هواية صارت حالات. زين، فكل من اني انت يلتهي بنفسه ويحل السؤال مالته وما له علاقة بغيره نهائيا. هسه راح انزلكم ان شاء الله رابط الحضور، بس انتظروني ان شاء الله دقائق وانزله.